هلا والله بمشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فاشن تايم. زي ما عودناكم كل أسبوع عندنا فقرات جديدة كلها موضة وجمال. بس طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل أبغى أذكركم أنه تقدروا تتواصلوا معنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام اللي باينة قدامكم. في حلقة هذا الأسبوع من فاشن تايم حتشوفوا معنا تعرفوا على أجمل فلورال برينتس لهذا الموسم مع سارة سبيكس، تشكيلة واسعة لعبايات عصرية في لم يعابدين فاشن شو، كل ما تحتاج العروس لتحضير زفافها بس في البرايدل شو، مقابلة حصرية مع المصممة الموهوبة مهل حامد، إطلاق H&M Home ونصائح من مصممة الديكور العالمية إيفالين لتصميم ديكور بيتك بنفسك، نصائح كيف تضبي الشنطة عند السفر مع فاشن تايم تيبس. من آخر الترندز اللي طالعة في موسم الربيع هي الفلورلز. بس طبعا زي ما انتم عارفين الفلورلز فيها طبعات وحشة، في أشياء ما تتلبس، فإحنا اليوم حنوريكم إيش الطبعات الحلوة وكيف تلبسيها. شوفي معانا. أول لوك لليوم دمجنا فيها طبعات مختلفة مع بعض. أول طبعة في التنورة المستوحاة من اللبس التايلندي وعليها ألوان مختلفة وكثيرة، عشان كده اخترت بلوزة very simple رمادية وعليها ورود صغيرة. وبالنسبة للإكسسوارات اخترت العقد الملون عشان يكسر الرمادي، والشنطة خليتها simple وبرضو عليها طبعات الورود من جوا. ثاني أوتفيت هو اللبس الكاجوال. اخترت البنطلون الأبيض المقطع كثير على الموضة وكمان يليق على أشياء كثيرة، ولبكت معاها البلوزة بطبعة الورود. كثير نازل هذه الأيام حكاية الماتشنج، عشان كده اخترت الشنطة برضو بطبعة الورود. آخر لوك هو الفستان السادة ما فيه له أي طبعة، ولكن اخترت الحزام البرتقالي عشان يعمل لون لأن الفستان كثير سادة، وخليت الورود في الإكسسوارات. ركزت على الشنطة، مقاسها حلو ومريحة للشيل، واخترت كمان النظارة المزخرفة بالورود للوك المودرن and style. Just watch. Don't believe me, just watch.
عابدين هي مصممة إماراتية حولت مفهوم العباية من عباية تقليدية لفاشن ستيتمنت. فتعالوا نشوف آخر كولكشن ونتعرف أكثر على لميا. Now we're creating lots of volume, a lot of movement in the hair, adding hair pieces to the hair, putting flowers in. So the hair, there's a lot of teasing with the hair, so we're making big hair, big fashionable catwalk hair today. As you see, we have three teams in here today. We have a team from the designer, we have our own Paris Gallery team for the makeup, and we have our hair team, which is mine with David John. So we're creating big hair, fantastic catwalk hair today. So that's where you can see all the activity going on, and what you see, the hair from straight nothing fine hair to big volume hair, that's what we're trying to create today. We've done this show last year for the designer, and the same again, we enjoy doing work for this designer. The designer is the queen of space. She creates a great look on the catwalk, and we will enjoy doing work for the future with her, no problem at all. Coming down, but it's you who have further to fall. مثل ما سبق وقلت لكم, مصممة الأزياء هي مستخرجة كل شيء من وحي الأطفال والوقت اللي كانت تعيش, يعني القصص الخرافية وهيك. لهالسبب نحن جربنا كتير نستعمل الألوان الداكنة, رايحين صوب البني الأسود والألوان شوي الغامقة اللي بتفرجينا السحر من زمان. يعني ما رح نكون كتير فايتين بألوان فواتح أو ألوان صيفية أو ألوان واضحة, رح تشوفوا ألوان الخريف كتير مسيطرة على العين, ورح تشوفوا شفاف نيود فاونديشن كومبلكشن كتير عالي وكتير صح وكتير منيحة. ما حتشوفوا القصص اللي بالعاده بتشوفوها. It's not a fashion makeup, it's just a trend makeup or classy makeup. مرحبا لميا, ايش اخبارك؟ اهلين, مرحبا فيكم باك ستيج. كل شيء شكله رائع. الشعور, انا مره مهتمه بالشعور, ابغى اعرف ايش قصه الشعر والميك اب. قصتها قصه. احنا عباره عن الكولكشن اسمها ذا انشانتد فورست, اللي هي الغابه المسحوره, فحبيت اني اسحر الناس بطريقه مختلفه. يعني الشعر بعد ارت, ف وي وونتد تو بي از ارتستيك از بوسيبل. بتشوفين في ورود ويعني اغصان شجر في الشعر. يعني ابغى الناس تتخيل ان كان الورود طايحه من الاشجار ونازله على شعورهم. اتس ا ميديفال لوك من العصور الوسطى, فهاي اللوك مال المودلز بيسكلي. هذا الشعر, طب قولي لنا كيف تأثير الشعر حيكون على الكولكشن اللي حنشوفها اليوم؟ شوفي, هو اللوك كامل من شعر, اكسسوارز, شوز, بيلت, العباية نفسها, كلها لوك متكامل يعني موحد. انا ما اشوف قطعة بروحها, يعني بروحها كلهم يون في سلسلة قصة مع بعض, ان نراوي كيف يو كان هاف ا ثيم ان ا كولكشن. سو اي اولويز لايك تو ورك ان ثيمز, يعني احب ان اسرد قصة. فأحسن طريقة تسردين فيها قصة إن تخلين الجمهور يعيش الستوري. طب هذه القصة من فين جات؟ يعني من فين طلعت الفكرة كلها؟ الإنسبريشن هي من عدة أشياء. يعني الغابة المسحورة فيها قصص خيالية عشناها وإحنا صغار,
من كتب كنت أقراها حق عيالي. القرون الوسطى فيها يعني بتشوفين في نايتس اند ارمرز اللي هم الفرسان، وعادة كانوا الرجال، بس الحين في هالعصر الحديث تشوفين حريم يعني ما شاء الله فارسات. فأبغي أراوي النقلة بين الأولد تايم والنيو تايم، وإن في الغابة المسحورة everything is possible. يعني ال confidence level of a woman, the visionary women, how they can يعني make their dreams come true. Nothing is impossible and dreams do come true. لم يمين تتوقعين تقدر تلبس عباياتك؟ يعني في شخصيات معينة، شخصية جريئة ولا كل الأعمار والشخصيات؟ شوفي أنا ما أحب أحدد، والحمد لله عندنا يعني ما شاء الله من مختلف الأعمار، يعني عندي جدات وعندي مراهقات وعندي أمهات وعندي فاشينيستاز، فwe have الحمد لله كل الأعمار، وإحنا نحاول نحبب العباية في كل الأعمار يعني، ونحببها مش بس بالخليج، نبغى نوصل العباية برا عالميا، إن نشوف الناس الأجانب من مختلف الجنسيات الكالتشرال باكراوندز المختلفة عندهم، نبغى نحببهم بالعباية يشوفونها قطعة هم بعد يقدرون يلبسونها في سفرهم ولا في زيارتهم ولا حتى في شكل يومي يعني مثلا. يعطيك العافية لميا، ونقول لك ألف مبروك. تسلمي. Thank you حبيبي. Thank you. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. فقراتنا لسه ما خلصت، فاصل وراجعين. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا هذه المواضيع، كل ما تحتاجه العروس لتحضير زفافها بس في البرايدل شو، مقابلة حصرية مع المصممة الموهوبة مها الحامد. معرض
معرض العروس في أبوظبي كان من أكبر المعارض اللي تصير في الإمارات، لأنه كل عروسة بتيجي هذا المعرض وتشوف الفنيوز، الفستان، الفوتوغرافرز، وكل الناس من أنحاء الخليج بتيجي هذا المعرض. فتعالوا شوفوا معانا الفعاليات وإيش آخر الترندز اللي نزلت في هذا الموسم للعرايس. بتجتمع العروس مع التيم المتخصص بالأعراس بشركة رويال كيترينج، يلي هن بيقدروا يحققوا لها رغباتها بكل شيء بتحلموا بيوم زفافها. طبعاً بناخد المعلومات كاملة من العروس حتى نقدر نساعدها أكثر نحقق لها الشيء اللي هي بدها إياه. I've been waiting for the love for you till now. You're the one I'm thinking of. هلا اللي احنا تقريبا البادجت يعني تقريبا بنعمل انه بدك تقول ميديوم تو هاي، وبالنسبه للجنسيات انت ما شاء الله ببلد فيها تقريبا جميع انواع الجنسيات، يعني عندنا تقريبا اكثر من 20 ديفرنت تيست لاشيان يوروبيان العربيك ستايل، فالحمد لله يعني انه ثابتين وجودنا باذن الله. I've been waiting for the love for you till now. You're the one I'm thinking of. Like the air of the summer night. Bring my senses alive, come and take me away. I don't care if I lose this fight. I'm defenseless now. احنا دائما عنا كل الخطوات الخاصه بالتصوير الفوتوغرافي اللي هي من المصورين، بننتقل بعد هيك للايديتنج الجرافيك ديزاينر، بالاضافه لبعد هيك البرودكشن اللي هو طباعه الصور وتظبيطها واللي اوت تبع الالبومز اللي بتنعمل فيه، بالاضافه يعني نحن شاملين كل الخطوات اللي مش فيها، بالاضافه لانه نحن كمان بنملك استوديو لتعديل الصور وطباعته والبايندينج تبع الالبوم وغيره وغيره. نحن مشاركتنا كثير لاقت اقبال كبير على الستاند مالنا، من لان نحن واحد من السبونسرز لبرايد ابو ظبي، اول مره ننزل على ابو ظبي، بس الحمد لله الكلاينتس كانوا وايد مستانسين، وايد اقبال رائع. فساتين الكريتيف دايركتور از اشكا، سو فساتين برايدل جاونز اند ايفنينج وير، ايفنينج دريسز. بعد المصمم كان حاب انه يسويها 3D،
مستخدمين شوارفسكي ليسز فرنش ليسز. Our dresses اللي تميزها عن غيرها بتعطي الفيمينين لوك كلاسي إليجنت. You're gonna feel your sexy wearing it. الإيفنت كان كتير حلو، في قصص كتير واحد يستفيد منها. أنا جاية من دبي لأحضره خصيصا، هلأ كنت بالفاشن شو كان كتير حلو، بنصح كل العالم يجوا يشوفوه. معرض كتير حلو هالسنة، كان أحلى من هذيك السنة وفيه كل شيء. بنصح كل كابل حابين ياخذوا أفكار لعرسهم يجوا يشوفوا يبرموا، لأن بيلاقوا كل شيء هون. I'm glad I came. There's actually a big selection for your wedding planning. Gives you a lot of ideas from catering to chocolate to even makeup. And then the fashion show topped it all off. It was really nice. بيختصر كل شيء بخص الأعراس، يعني اللي بحب يجي ياخد فكرة عن كل شيء، من الكيترينج للفساتين، لا حتى في أوفرز للسفريات إذا كرمال شهر العسل، كل شيء بيختصر. وصراحة بنصح كل واحد بحب يعني عم بحضر العرس ويجي يشوف هذا الشو والإيفان. حامد هي مصممة سعودية جدا موهوبة ومميزة بالنسبة لي، لأنه كنت معاها أيام المدرسة ومرة انبسطت إني شفتها تنجح. فتعالوا شوفوا معي إيش سوت وتتعرفوا أكثر على مها. هاي مها، كيفك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ والله الحمد لله. مرة شكراً قابلتيني اليوم، مرة عندي أسئلة كثير ومتحمسة نتكلم عليها، وبقول لك إنه I'm so proud of you. مرة حبيت آخر كولكشن وطبعاً حنوريها للمشاهدين، بس أنا بغي أسألك سؤال. الحين أنت طلعتي سيزن 1 as a stylist for Fashion Police، ليش فجأة قررتي تصيري ديزاينر الحين؟ أوكي، أول شيء أنا مرة مبسوطة إني معاكي، ومن جد صراحة أنت من الناس اللي دائماً كنت تشجعيني، هذا أول شيء، وما كنت دائماً أبداً تقصري مع حتى مع البنات الثانيين، فحلو إنه في شخصية زيك هنا اللي حمسنا وخلينا دائماً يعني نسوي أحسن شيء. تسلم حبيبي. I started أول شيء زي ما قلتي stylist، بس ترى أنا قبلها كنت خدعاكم، يعني كنت as a design fashion designer. خدعانة. خدعاكم لحقتي. كنت فاشن ديزاينر لاني اول شيء بدات كنت اصمم اشياء لنفسي،
وانا كنت اعشق الجمب سوتس من وانا صغيره. فكنت دائما لما اروح المحلات او مثلا اخرج برا مع ماما ومع صحباتي ادور على الجمب سوت اقول لهم يلا روحوا كلكم ابغى جمب سوت، ابغى احد يطلع لي جمب سوت. ومره ما كنت الاقي فكنت اي ستارتد اني اصمم اشياء لنفسي. وبعدين لقيت مثلا من اهلي ومع صحباتي وكل احد كان يقول لي اشياء مره حلوه انه ليه ما تخليه از ا كارير انك تبدا يور اون لاين ودي الاشياء. سو يو هاد ذا تالنت من زمان. اي هذا يعني الحمد لله اي هاد ذا تالنت. وي يو انترستد ان فاشن من زمان. ايوه انا احس لازم يكون ان ذا فاشن فيلد يعني ان جنرال لازم يكون عنده زي ما يقول لك الشغف في الشيء. صح. فكنت قبل حتى كنت احب ادخل اشياء في بعض. فمن هذا الشيء حبيت اركز على الستايل على بينج ا ستايلست واتعلم هاو تو ميكس اند ماتش. حلو. يعني انت لو كان عندك مثلا تعرف ايش دخلي ايش في ايش وقتها بعدها تصيري تقدر تكوني فاشن ديزاينر. فبعدها صرت يعني ديزاينر والحمد لله سويت ماي فيرست كولكشن سكند ثيرد وماي لاست كولكشن which is I called it the cape collection زي ما انت شايفه. اوكي فيري نايس. فدخلت الجم سوت على الكيب. حلو. I was very inspired من هذا الشيء. بس يتك ذا سوت ليترلي يعني في الخطوط حق السوت وكل شيء. اكزاكتلي يعني في له انا فور ذس وان يعني حبيت السوت فابريك كيف الاشياء اللي تلبس كانوا وقتها بس كانوا يلبسوها الرجال. اوكي. كيف لما تشوفي مثلا بابا واخواننا كانوا يلبسوا السوت على الشغل في له الخطوط هذه والفابريك المعين الثقيل. فدخلته في ثلاث اشياء. اول شيء ان السوت فابريك في الجمب سوت اللي انا احبه من زمان. حلو. على الكيب اللي انا انسبايرد لا فيري نايس فيري بيوتيفول. طب على اي اساس تختاري الاقمشه والالوان؟ الالوان والاقمشه انا احب اول شيء اغير من كل كولكشن. يعني لو شفتي ماي بريفيس كولكشن اللي كان التارتان كولكشن اللي كان فيه الكيمونوز والمبكر زي ما نقول حولت لهذا اغير تماما لانه كان اول واحد كان كله it was very colorful. كان عندي الوان الاحمر الاخضر for the tartan collection. للكيب collection حبيت اخليه شويه كلاسي. It has the classic look اللي هو السوت. حلو. ما حبيت ادخل الوان قويه واخترت الباستيل كولرز لانه في طبعا احنا البنات مهما كان نحب الغامق بس نحب ندخل التاتش الالوان. صح. فحبيت ادخل سبرينج كولرز الالوان الباستيل البيج البيربل الازرق واخلي السوت الفابريك معه. طب انت مين تحسي لما مثلا تعملي هذه الديزاينز مين يشتريها منك من الكلاينتس حقونك اللي يحبوا اشيائك؟ انا ماي كاستمرز لاحظتهم دائما the edgy people. أوكي. اللي يحبوا يكونوا daring ما يحبوا يكونوا different. أوكي. لانه لو لاحظتي ماي ديزاين لانه حتى لما انا اطلع ديزاين لما يشوفوا الناس يقولوا انا ما ممكن يكفي البق علي. أوكي. فهنا يطلع دور الستايلست اقول لهم شوفوا جربوه try it with this جربوا يعني حتى لو لاحظتيني في البوتيكات دائما احب اكون هناك في الايفنت اللي اشترك فيها احب اوقف في اشياء اللي نحب اشرحها. فالناس اللي يكونوا trendy ويكونوا very edgy وما يحبوا يكونوا بسيطين يحبوا يغامروا على طول ياخذوا قطعه يلبسوها وذي بوستت ويلبسوها مع كعب مع الاكسسوارز اللي هم حابينها. أيوة. اما البنات السمبل يجون يقولي مها لبقي لنا شيء عليه قولي لنا كيف ممكن نلبسه حتى اختاري لنا الميك اب. اوكي اقول لهم اوكي البسهم القطعه اجيب لهم مثلا تي شيرت عاديه عليها اجيب لهم كعب يكون لون النوت كولر البيج او اشياء كلاسي فيصير ايش يتخيلوا نفسهم لابسينه حتى ما تلاقيهم يلبسوها بيتفاجئ بيقولوا انا ما كنت اتخيل نفسي لابسه هذا الشيء. نايس. احب الناس اللي ما هي ديرينج سمبل يحاولوا يكونوا او يغيروا في لبسهم اكثر. طيب دحين نروح الكولكشن حق الكيمونوز. انا عجبني كيف انك ما سويت زي شوية ديزاينرز إنه مثلاً تدمجيها مع العباية لأن أيوة. العباية دحين صارت منتي فاهمة مفهومة لها عباية بالضبط. ولا شيء. أيوة. فحبيت إنه it's a separate thing كيمونو وتتلبس بمليون طريقة. شفت ناس يلبسوها في البحر ناس يلبسوها فوق جينز وإذا حتى أنا ماي إنستغرام لبست الكيمونو حقيقة مرة كتير مرة أحبه صراحة. كان حلو. وقلت لي قبل كده إنه أوقات ما يكون لي خلق ألبس أحط لي أي جينز وتيشيرت فوق الكيمونو and خلاص I'm done. Yeah. فكيف طلعتي بالكونسبت ويعني ايش كانت الفكره بالضبط؟ انا في ايتش كولكشن سويته عنصر الراحه احبه. اوكي. يعني انت مثلا لما تحبي تلبسي شيء حتى لما تروحي في دينر او في الصباح او حتى لما تروحي للبحر عندك لانش غدا ميتنج يعني ميتنج في الغدا احب البنت تكون مرتاحه. فالكيمونو كان الشيء يعني كان ذا ديفينيشن اوف راحه بالكامل. اي exactly. والله من جد and it's stylish it adds something يعني اول شيء اخترت الترايبل الترايبل ثيم ان ذا كيمونوز ما حبيت يكون something مره سمبل بس في نفس الوقت لو شفت الديزاين something مره بسيط ما في له يعني ما في له اشياء زايده عليها كمان في له الالوان الخفيفه الحلوه وفيها الالوان اللي تلبق مع كل شيء يعني حتى مثلا لاحظت الكيمونوز اللي لونها فوشي او بينك بس دخلتيها على اي شيء ما تحس نفسك انك انت مدخل اشياء على بعضها فالكيمونوز حسيته يلبق على اي شيء في الصباح وفي البحر والحمد لله الناس فهمته وحبيت انك انت كمان كان صراحه طالع عليك روعه. تسلم يا حبيبي. انا مره حبيته صراحه زي ما قلت لك مره مريح. ايوه بس اقول لك شيء
الحين انت بتقولي انه الكيمونو انه شيء مريح وتحبي كيف تلبس البنات، فتحسي يعني انت دائما بتقولين انه انت الايفنت بتروحيه بنفسك وبتوقفي على المعارض بنفسك، فتحسي انه هذا هو الشيء اللي ساعدك ولا اكثر السوشيال ميديا والتكنولوجيا الجديده اللي احنا فيها؟ صراحه كذا شيء. اول شيء السوشيال ميديا ناو دي الايام ما تصير يعني ما هو شيء ضروري انك انت تكوني انا بوتيك، لان السوشيال ميديا او انك تحتاجي مثلا تكوني في مجلات او يتحط عليك مقالات في جريده، لان السوشيال ميديا صار يساعد. هو انا ستارتد في السوشيال ميديا ثرو انستغرام. اول شيء عرفت الناس على ماي لوجو. اوكي، ليش اخترت هذه الالوان في ماي لوجو؟ ليش سميته باسمي مها الحامد؟ لانه كنت ابغى يكون بيرسونال، ما حبيت اختار مثلا اختار اسم ما لي علاقه في اسمي. فحبيت انه يفيل في بيرسونال ثينج ما بيني وما بين اللوجو. اوكي، فالسوشيال ميديا كان شيء اساسي. ثاني شيء انا احس صراحه وانصح كل البنات يعني اللي يكونوا they wanna do this as a career ان يبداوا ان ابلان ليهم، دائما كونوا in touch مع your customers. صح، دائما كونوا واقفين لازم توقفي بنفسك. صح، لازم حتى يكون عندك احد يساعدك. ممكن تجيب احد يساعدك في الايفنت، بس حلو انه الكاستمرز والكلاينت يشوفوكي انك انت الديزاينر قاعده معاهم وبتشرحي لهم الكونسبت، انك انت مو دائما تفهمي الديزاينز as a customer. يعني الناس بتشتري شيء عاجبهم بس ما يعرفوا ليش انا اخترت هذه الالوان، ليش انا اخترت هذا الديزاين في نفس الكولكشن. فحلو اني اشرح لهم واتعرف عليهم، يصير عندي this bond this relationship with my customers. صح والله، مره حلوه الادفايس. طيب مها، حسألك سؤال حساس شويه. انا لاحظت الحين في بالذات في السعوديه في ديزاينرز كثير طالعين بيكونوا hidden talents زيك، بس انه ما كانوا يدرسوا هذا المجال. بس اللي انا بلاحظه بيصير انه مثلا الكواليتي ما يكون مره حلو، وبعدين الاسعار فجاه تطلع كانها جوتشي وكذا، عارفه كيف؟ فيعني انت as a new talent and you're very talented وموهوبه ما شاء الله عليكي، how do you price؟ كيف تحطي الاسعار على عشاتك؟ based on what exactly. okay so basically السعوديات هذا شيء حلو انهم بيبداوا يعملوا اشياء جديده ويجربوا اشياء، هذا الشيء انا معاه 100%. حلو. بس انا ضد شيء واحد، زي قلتي بوينت مره مهمه، انه الاوفر برايسنج. أيوة. انت كمصممه جديده طبعا انت ما حتكوني زي ا بيج براند. صح صح ولا لا؟ اكيد هذول خبره سنين وعملوا انترنشيبس مع مليونز ان ماركتنج ات ايش يعني. اوف كورس اكيد. فانت كشيء جديد انت لازم تبداي ستيب باي ستيب. صح. والحلو الواحد لما هذا يعرف المستوى اللي هو فيه. ما بقول لك انه الجداد مستواهم سيء، ذس از نوت وات اي مين. في اشياء حلوه كواليتي حلوه، بس أيوة. انه يعني انت مين؟ ايوه you know؟ بالضبط. فحلو ان الواحد يشتغل على المستوى اللي هو فيه. اللي انت يعني لازم تسعري اشيائك على حسب فور اكزامبل التيلر اللي انت بتتعاملي معاه. على الاقمشه يعني تسعري شيء على قد ايش الديزاين انت يعني بتصممي، لان انت مثلا از ا كاستمر وحده بتشتري، لو راحت لبراند مره عالمي واللي راحت لوحده بتصمم شيء جديد وشفتي سعر مثلا القطعه هذه كان خيالي، بس حتقولي طب ليش؟ طبعا حروح للبراند اللي انا عارفها. بالضبط، حتروحي للشيء السيف. عشان انت تكبري لازم تبدايها ستيب باي ستيب، تعرفي ايش بالضبط السعر، يعني قيمه القطع حقتك. حتى لو مثلا يعني هذا الشيء مو انه قيمه يور ديزاين شيء سيء ات اول، بس حلو الواحد انه يعرف قيمه مثلا الديزاين حقه ويبين لير كاستمرز للناس انه هذا قطعتي، هذه قطعتي اتس يعني زي يعني قطعه مني حتى ممكن تقولي، بس انا ما حغليها عليكم وحديها السعر المناسب لها. لا والله عليكي شاطره ما شاء الله عليكي. والله يوفقك and thank you so much انك جيت اليوم. وهاتي بوسه. حياتي، تسلمي. thanks for having me. مع قعدتك هي اللي بتحلي كل شيء ساره. حبيبي thank you. I
فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا هذه المواضيع: إطلاق H&M Home ونصائح من مصممة الديكور العالمية إيفالين لتصميم ديكور بيتك بنفسك، نصائح كيف تضبي الشنطة عند السفر مع فاشن تايم تيبس. لكل اللي يحبوا H&M دحين حتحبوه أكثر، لأنهم نزلوا إكسسوارات للبيوت. فتعالوا شوفوا معانا إيش الكولكشن، أشياء مرة حلوة و very simple، وشوفوا إيش قالت لنا مصممة الديكور حقت H&M. This is our spring collection 2015, and this collection is a lot about light and airiness and positivity, and we really wanted to bring light colors and airiness into the homes, and hopefully I think it suits the collection suits your climate here, because it is a lot about light and warmth and spring, summer. I mean, we're working with global collections, so the H&M Home collections are the same all over the world. But I think what is suitable in Scandinavia with the lightness and the light colors, I think it can be suitable here as well. I mean, we see global tendencies in general, that the world is becoming, you know, smaller in a way. We're all coming together and influence each other and in different ways. We're looking, as we are H&M, we're of course looking a lot at fashion inspirations and what fashion is doing, the influences. We're looking at different creative fields, I would say all creative fields, when we source our inspiration. We are a big, fantastic design team. We are around 20 people with a lot of different backgrounds and skills, and we are always, you know, as to start up a collection, we're always getting together and sharing influences and experiences, and it all comes together. I mean, even if we are many people, we sort of feel the same tendencies in the same way, so it's quite easy to make the choices. I mean, there are many links. Colors is a link, materials as well. I mean, we get influences from different places, and I mean, fashion is more changeable. It's going faster than interior, and we definitely are influenced. I mean, if we would like to wear certain colors, we probably would like to see them in our houses as well. And I mean, the question about what if it has helped me, it's more about, it has helped me in the sense that I know the company, you know, I know the soul of H&M, which is the same as it was many years ago, which is a nice thing. My favorite place to decorate the home would be, actually it's hard to choose all the rooms, but if I need to choose, I would choose living room and bedroom. I always say, you know, to answer that question, I will say that you should listen to yourself, because I think the home is so much about who you are and your family, and that it should reflect your personality. So I would say, you know, break the rules, listen to yourself, and just do what you like.
مسافرة تشيل هم تضيب الشنطة، من فين تبدأ؟ last minute وكل الأشياء اللي بتحطها في الشنطة ما تكفي، فإحنا اليوم حنسهل لك حياتك. شوفي معنا مع Fashion Time Tips. أخيراً الإجازة بدأت وجاء وقت السفر، بس فكرة أنك تحطي كل دي الملابس في هذه الشنطة فكرة تخوف وما تعرفي من فين تبدأي. أول شيء ابدأي بالبلايز واستخدمي طريقة اللف، لفي كل التيشيرتز عشان تصغر الحجم وتقللي مساحة. حطي الملابس الداخلية والشراريب في أكياس وحطيها داخل الجزم عشان تستفيدي من المساحة الفاضية. ابدأي بالأحزمة والجزم وحطيها في أطراف شنطة السفر، بعدين حطي في النص كل البلايز والحاجات الصغيرة. كل البنطلونات والقطع الكبيرة حطيها مسطحة على وجه الأغراض. نصيحة للجاكيتات والبليزرز، طلع الأكمام على برا وطبقيها من برا عشان لا تتجعد. بالنسبة لكريماتك ما يحتاج تاخذ العلب الكبيرة، اشتري علب صغيرة تقدر تعبيها قبل كل سفرة وهذا حيوفر لك مساحة كبيرة. وعشان لا تتكبكب أي سوائل في الشنطة، حطي قطعة بلاستيك تحت الغطاء وقفليها كويس. تقدر تستخدمي علب أدوية قديمة وحطي فيها أقطان، حتى علب العدسات القديمة تقدر تستخدميها وتحطي فيها شوية ميك اب أو حتى دبابيس. وبالنسبة للإكسسوارات، خذي قطعة بلاستيك رصي عليها قطع الإكسسوار وبعدين حطي بلاستيك ثانية وابدأ بالضغط حوالينها عشان تمسك في بعض، وأخيراً لفيها. الحلقان الصغيرة عشان لا تضيع عليكي حطيها في أزارير. وآخر شيء، حاولي في السفر ما تاخدي كتب ولا مجلات، داونلود كل اللي تحبيه في الآيباد عشان يخفف عليك وزن ومساحة. انتهت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تتواصلوا معنا على كل أنواع السوشيال ميديا وتأكدوا أنكم تشوفوا حلقة الأسبوع الجاي لأنها مليانة مفاجآت. مع السلامة. ترى هذا لو طحت عليه أنا أروح فيها. تعالوا شوفوا معايا ايش عملت وايش نسيت ايش كنت بقول. وتاكدوا انكم تشوفوا حلقه الجايه، حلقه الاسبوع الجايه، ولا مش راضه تزبط.